نص مليون مواطن عايشين في مركز أبو كبير محافظة الشرقية على الحد الأدنى من الخدمات والمرافق بقالهم عشرات السنين. قوم جات الحكومة قبل كام سنة، قبل 3 سنين، وقالت لهم اسكتوا، مش احنا هنعمل لكم حياة كريمة؟ وافرح يا مواطن يلي عايش في أبو كبير بالشرقية، الحكومة هتوفر لك مليارات لاجل سواد عيونك، وهتعمل لك المشاريع اللي انت بتحلم بيها بقالك عشرات السنين. المحافظ سيد الدكتور ممدوح غراب قال انهم عملوا 13 مشروع خدمي في مركز ابو كبير بتكلفة وصلت 1.2 مليار جنيه. عملت ايه يا دكتور؟ قال لك عملنا مشروعات في قطاعات مية الشرب، صرف الصحي، الصحة، طرق، أبنية تعليمية، والشباب والرياضة، بتكلفة يعني شايف الدقة 1,231,000,000 جنيه و 138,512. أقول لك الرقم تاني، 1,231,138,512 جنيه، ده حسب البيان اللي خرج عن محافظة الشرقية. ضيف عليهم كمان في نفس البيان، قال لك ونفذنا 5 مشروعات في قطاع المية والصرف الصحي بتكلفة وصلت 1,141,000,000 جنيه و 290,000. حط ده على ده، فاحنا بنتكلم دلوقتي عن حوالي 2.5 مليار، ده لحد النهاردة، لحد دلوقتي 2.5 مليار في أبو كبير خلال 3 سنوات حسب بيان رسمي لمحافظة الشرقية موقع ومزيل بتوقيع الدكتور ممدوح غراب المحافظ. رحنا نبص تابع كده، يعني عارف انت لما يتقالك عملنا ويتقالك أنجزنا لازم يبقى عندك فضول الحكومة عملت ايه في أبو كبير. رحنا لقينا كل الأخبار اللي بتتكلم عن حياة كريمة وكل الإنجازات اللي عملتها الحكومة خلال 3 سنين، إما عملت قافلة طبية أو راحت وزعت شوية كراتين على الفقراء في أبو كبير، أو راحت عملت زغاريط وحفلات عشان مش عارف تجديد كام بيت في بعض القرى. من الخبر ده قال لك توزيع 40,000 كرتونة بمحافظة الشرقية ضمن حملة المليون كرتونة، واللي أنا سميتها حملة المليون شحات. كان نصيب أبو كبير قد إيه؟ قال لك أبو كبير كان لها نصيب الأسد أكتر من 27,000 كرتونة، وكل ده مخصوم من المليارات اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الحكومة عمالة بتعد في مليارات وتقول لك بنساعد الفقراء وبتخصم المساعدة من فلوس المليارات وسرقة الحرامية والعمولات بتاعة البهوات والرشاوة والحاجات اللي متاخدة من الباطن، كل ده من المبلغ اللي المفروض اتصرف على المدينة. وكمان يقول لك قرية الغابة في الشرقية بتستقبل الدكتور علي مصلحي اللي هو وزير التموين بالزغاريط. ليه يا دكتور عملت ايه؟ قال لك جددنا 9 بيوت ضمن مبادرة حياة كريمة. هي دي الإنجازات؟ وإيه علاقة علي مصلحي وزير التموين بتجديد 9 بيوت؟ وإيه علاقة ال9 بيوت بالإنجازات بتاعة حياة كريمة؟ وإزاي تجدد 9 بيوت بالعدد وتعتبرهم إنجاز وتروح تصور سيادة الوزير وتجيب سيادة الوزير تقلق منامه في مكتبه؟ يا عيني سيادة الوزير نايم، الناس مش لاقية سكر، مش لاقية زيت، مش لاقية تموين، مش عارفة تأيد عيالها على شاشة على شهادة على البطايق وشهادة التموين، سيادة الوزير نايم، تروح تقلق منامه وتصحيه وتجيبه من القاهرة لحد أبو كبير في الشرقية واحدة من العزب عشان يفتتح 9 منازل؟ والله عيب. قال لك قرية الغابة الشرقية أو قرية الغابة البلد التابعة لمركز أبو كبير قبل سيادة الوزير بالزغاريط، عشان سيادة الوزير فتح القرية عمل اللي محدش عمله والحكومة طورت 9 بيوت ضمن حياة كريمة، بالإضافة طبعا لمشروع الصرف الصحي. أنا عايزك بس تركز في مشروع الصرف الصحي ده عشان في لعباية كده، في تركاية، يعني شوية ملايين ضاعوا في الأرض. في شهر 3/2021 قال لك إنشاء مشروع صرف صحي في مركز أبو كبير بالشرقية تكلفة 90 مليون جنيه. هتعمله الموضوع ده فين؟ قال لك في قرية طوخ القرموس بمركز أبو كبير بالشرقية. هيتكلف قد إيه المشروع يا حكومة؟ قال لك هيتكلف بالظبط كده بالمليم
90 مليون جنيه. الكلام ده كان في 3/2021. جينا نفس المشروع في أبريل 2022، يعني بعد سنة كاملة على بداية الشغل في المشروع، قال لك والله معلش ده احنا نفذنا المشروع بقيمة ما يزيد عن 172 مليون جنيه، اللي هو الضعف. يعني انت قلت لي المشروع اللي احنا بنعمله ده هيتكلف 90 مليون جنيه، وبعد ما اتعمل المشروع قلت لي اتكلف 172 مليون جنيه. تقول لي راحوا فين شوية الملايين دولت؟ هقول لك طبعا ما احنا عندنا شركة من شركة هيئة هندسية للقوات المسلحة خدت المشروع وديتها للمقاول، والمقاول اداها من الباطن لشركة تانية وشركة تالتة، وسيادته خد حلاوته وسعادته خد غداه، وفلان خد سجايره، وفلان خد مش عارف ايه. فبقى عندنا فرق ما بين الرقم الاولاني والرقم الثاني لنفس المحطة اللي موجودة في ابو كبير حوالي 80 مليون جنيه، اللي هم يعني فكة جنب الفلوس اللي بتتكلم عنها الحكومة. يعني 80 مليون جنيه دولت جنب المليارات اللي بيتكلم عنهم محافظ الشرعية ولا حاجة، شوية فكة يعني راحوا عادي. يعني مفروض شوية الفكة دول يحلوا المشكلة، لكن لحد النهاردة رغم الفكة والتسعين مليون والمية 172 مليون والمليار ومش عارف كام مليون الأولانيين والمليار والكام مليون التانيين، ما زالت المجاري بتغرق منازل أهالي أبو كبير لحد النهاردة. طب والمحطة اللي انتوا فتحتوها مرتين، اللي عملتوا لها ميزانية مرتين، لا مش مهم المحطة، احنا المهم حسبناها واتحسبت عليك إنجاز. رغم أن سيادة المحافظ في نهاية 2022 كان بيبرز مجهودات شركة المية والصرف الصحي بنطاق المحافظة، وكان أحد الإنجازات اللي كلمنا عنها سيادته المحطة اللي احنا بتاعت قرية القرموس اللي فتحوها مرتين وصرفوا عليها شوية ملايين كده محدش عارف مكان. لكن على بعد أمطار من هذه المحطة كانت القرى بتغرق في الصرف الصحي، منها مثلا قرية نزلة خيال في الشرقية، واللي مع الأسف القرية دي غرقانة طول السنة بمية الصرف الصحي والمجاري. طب خد الكبيرة بقى، دي كده القرية اللي بكلم حضرتك عنها. طب خد التقيلة بقى والكبيرة، فاكر المحطة كانت موجودة فين اللي فتحوها مرتين؟ موجودة في قرية اسمها قرية القرموس. جايب لحضراتكم فيديو النهاردة من قرية القرموس جنب محطة الصرف الصحي اللي فتحوها، والقرية هي كمان غرقانة في الصرف الصحي. دي كده المحطة اللي هي ده قدام المحطة، يعني ما شاء الله، يعني قدام المحطة اللي عملوها المنظر ده. شوف بقى بقية الأخبار، بقية القرى بقى في أبو كبير، قال لك مية الصرف الصحي أو طفح مية الصرف الصحي يؤرق أهالي مدينة أبو كبير، تهالك شبكة الصرف الصحي غضب أهالي أبو كبير أو يغضب أهالي أبو كبير. رغم إن الحكومة بتقول لنا إنها حولت الأحلام لواقع في ملف الصرف الصحي والمية بإجمالي تكلفة حوالي 8 مليار جنيه. ده حسب كلام سيادة اللواء ممدوح غراب، 8 مليار جنيه على بند مية الشرب فقط في محافظة الشرقية. أبو كبير كان ليها نصيب في مية الشرب حوالي 700 مليون جنيه. وقال لك بدء التشغيل التجريبي لمحطة أبو كبير في الشرقية بتكلفة 550 مليون جنيه. ده الكلام ده كان في سبتمبر 2022. جه بعدها في 2023 قال لك معلش والله ده كان فيه حوالي 5 مليون كده بتوع الولا حمادة نسينا نحطهم في الميزانية، وقال لك تشغيل المحطة اتكلف 555 مليون جنيه. المفروض بقى المحطة دي تحل المشكلة. خد بقى كم خبر دول ورا بعض كده. قال لك أهالي أبو كبير في الشرقية بيطالبوا بتوفير مية الشرب لليوم الرابع على التوالي. قرية أبو ياسين في أبو كبير بتعاني انقطاع المية، أهالي أبو كبير بيشتكوا من تلوث المية، أهالي أبو أو
امال ال 555 او ال 550 مليون وال 5 مليون بتوع الولا حماده ابن سيادته او ابن اخت سعادته راحوا فين؟ لا ده اهالي ابو كبير لحد النهارده بيعانوا من المشاكل نفسها والازمات نفسها رغم مليارات الحكومه.